السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم. قبل لا نبدأ حياكم الله، والله يحييكم في سوق واقف. الأسبوع اللي طاف كنا في البندر وكنا في بحر الخليج، مطاعم كلها سمك وزفر، الله لا يغير علينا. هالأسبوع غيرت لكم كل شيء، غيرت لكم الأكلات وأبغيكم تستانسون. تأكدوا 100% ولا مطعم في سوق واقف موجود عندنا هنا في السوق إلا عن خبرة وعن قناعة وسنين طبعا برع سوق واقف في قطر كلها، والحين موجودين عندنا، يعني ما في مطعم إلا كان له فرع برع وموجود عندنا، وكل المطاعم الحمد لله موجودة عندنا في قطر، وإحنا نقول لكم تراها موجودة في قطر وموجودة في سوق واقف. على العموم ما أبي أطول عليكم، 5-4-1-8-1-5-4-1-8-1. وين موجود أنا اليوم وش اللي بنتعشاه وياكم إن شاء الله؟ موجود عند مخبز معروف، طبعا الأول ما في فريج إلا فيه مخبز، وعندنا مطعم نبي مفاجأة لكم، وعقب ما نتعشى بنتمشى، عقب ما نتعشى بنتمشى وياكم إن شاء الله. قبل لا نبدأ وعلى بركة الله إن شاء الله، المثل يقول عط الخباز خبزة والتكملة من عندكم، عط الخباز خبزة والتكملة من عندكم. سوق واقف، مروا يا جماعة وشوفوا وشاهدوا، الحمد لله كل أسبوع نشوف ناس ونشوف ناس طيبين وحلوين ما شاء الله. هالأسبوع شفنا ناس طيبين الحمد لله سلمنا عليهم، كل أسبوع نمر نلقى لنا ناس طيبين وانتوا طيبين بعد، نبيكم تيون وتستانسون ويانا. عط الخباز خبزة، هذا أول سؤال، 5-4-1-8-1 عط الخباز خبزة. ما بي أشغلكم، أبيكم تتفاعلون وياي، حياكم وياي أول محل مخبز المعروف، وبنرويكم ش عنده وش ما عنده. احنا موجودين، يلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ موجود أنا وياكم طبعا في المخبز. عاشة عاشة عاشة، سلام عليك. سلام عليك يا عاشة. السلام. عط الخباز خبزة. توكلي على الله وانت تاكلين نصه وتاكلين الخبز كله والله يبارك لك. هذا المثل طبعا عندنا، جاوبت عليه عاشة الله يعطيها العافية، قالت المثل اللي عندنا، واحنا ما نبي نأخر المخبز طبعا، على طول ما شاء الله شغالين مخبز شقال تبارك الرحمن 24 ساعة. عاشة كلتي خبز ولا ما كلتي؟ ما سمعت. كلتي خبز ولا ما كلتي؟ اي كلت. تعالي سوق واقف جرب الخبز هني عجيب ان شاء الله، وقولي قولي ان الخليفي قال لي تعالي، ترى انت ليتي هني بس قولي لهم عطوني خبز وفالش طيب يعلف العافية. احنا ما نبي ان نعطل طبعا المخبز شقال ما شاء الله، طابور ورانا، المثل يقول عط الخباز خبزه لو كلت نصه او لو كل نصه. احنا خلصنا من الخباز وفازت عاشه طبعا وتستاهل ال500. انا بس بسرعه علشان المخبز ما نبي نطول. اللي موجود وينحط الفرن الخبز طبعا، انا اسال عن الفرن، هذه ايش اسمه؟ هذه السؤال عن الفرن، هذه ايش اسم الفرن؟ هذه سؤالي عن الفرن، قولوا لي بس اسمه. طبعا اسمه معروف من زمان من سنين، حتى اللي موجود وحتى العمال اللي موجودين اي واحد فيهم اقول له مستعد يجاوبني، لكن انا ابغيكم انتم تجاوبون وابغيكم تتفاعلون معاي بسرعه وجاوبوني. حد معاي يا عبد الله ولا بحر؟
عبد الرحمن. السلام عليكم. مرحبا يا عبد الرحمن، كيف الحال؟ الله يعافيك يا ابو ناصر، الله يعافيك سمك. الله يعطيك العافيه. الفرن هذه شو اسمه؟ ما ينقال تنور ولا؟ بس تنور، ينقال له تنور وتستاهل 500 والله يبارك لك. هذه انا بغيتك تجاوب عليه. هذه طبعا واحد من الاسئله، المخبز شقال تبارك الرحمن، الخبز موجود غير الخبز اللي يسويه. ايوه يقول له ود الطلبات معذور. طبعا الخبز ما شاء الله على طول يستوي. الحديده اللي في يد الخباز، الحديده اللي في يد الخباز شو اسمها؟ وين الحديده؟ هاي الحديده هكايا بيحترق الخبز. يا ود الحديده وخليته مسكين بغى يطلع بيده. انتوا قولوا لي شو اسم الحديده هذه اللي طلع فيها الخبز؟ لها عده اسماء. طبعا انا دشيت على المواقع القديمه. مشاعل. السلام عليكم. مرحبا مشاعل، شلونك؟ بخير الله يسلمك. شو اسم الحديد اللي في يد الخباز؟ والله ما ادري. قولي اي شيء، اي شيء يمسكون به ويطلعون. ساعدني. انا ساعدك انت الحين، ساعديني. هاي حديد انا ما اعرف اسمها، انا قلت لك حديده، انت قولي لي. سنار؟ سناره؟ اكو ها؟ سناره؟ ساعدني اخوي والله ما ادري. ولا انت قلتي سناره صح؟ ايه سناره في البحر. عبد الله توكل على الله. سوري. مع السلامه. بحر وين السناره في الفرن؟ حديده في يد الريال يطلع فيها الخبز، حديده يطلع فيها الخبز، يمسك الخبز ويطلع. انا يا ود تحترق. ام جاسم الله يمسيك بالخير. السلام عليكم، يعطيكم العافيه. مرحبتين ام جاسم. بسرعه والله التنور حار، بس انا ابيك تجاوبيني هالحديده اللي في يد الخباز شو اسمها؟ عرض احتمالات، ترى اول مره اشارك. مالي خص انا اللي قبله. يلقطون فيها الخبز شو اسمها؟ حداده؟ حديد؟ ها؟ اللي يلقط فيها الخبز؟ ملقاط؟ اللي يلقط فيها الخبز؟ اي ملقاط؟ ملقاط. وهذه واحده، هاي اجابتك إجابتك صح، لكن في فرق بين ملقط وبين سنارة. سنارة ما يصير. إيه؟ على العموم تستاهلين والله يبارك لك. هذه طبعا واحد من الأسئلة سألنا، الله يعافيك، سألنا عن التنور، سألنا عن الملقط. ودي عط الزباين خبز، عط النفر خبز، ما يسوي تأخير بعدين بخسارة، ما نبي نخسر. أنا اليوم ياري أدعمهم وأبيهم يبيعون على طول، ما في تأخير. شوف نفر ها عطى خبز، يستاهلون ما شاء الله. طبعا ما بعشان التصوير والله، هو اصلا الله يبارك لهم شقال ما شاء الله. غير الخبز اللي عنده، طبعا في انواع الخبز، في خبز لبناني، في خبز باكستاني، في خبز بوري شباتي. هاي الخبز اللي عندهم شو اسم الخبز هذا؟ افغاني. هاي الخبز شو اسمه؟ انتوا جاوبوني. الحبيب افغاني. الحمد لله ما يابلي العيد، يقول لي خبز افغاني. هذه الخبز هو يقول افغاني، انا ما ابي هذه، هاي خلني انا اتكلم عن هذه. هاي الخبز وهالحبيب محمد. الو مرحبا محمد، الله يمسيك بالخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو اسم الخبز ذي؟ مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور والعافية. الخبز ذا الله العالم انه ايراني. محمد شو اسمه؟ محمد انا اسمعك، انت تسمعني؟ اي نعم اسمعك. الخبز هذا الله العالم انه ايراني. خبز ايراني صح؟ اي نعم. محمد انت اجابتك صح طبعا 100%، بس انا ابيك تسمعني شويه. اسمعني محمد. ايوه. من وين تكلمني؟
معيدر. الله يحييك ويحيي هالمعيدر ويحيي هالقطر كلهم واللي شاهدونا في قطر وبرع قطر. خبز إيراني تستاهل، حلاته مع باكر، حلاته مع صالون، مع أي شيء. الخبز سوى مرقوق وجرب وسلني عن تجربة ذرة من أروع ما يمكن. يا ألف العافية، تستاهل جائزة والله يبارك لك. غير الخبز، خبز إيراني وقلنا عنه، عنده التنور وعنده الملقط أو اللي يلقطون به الخبز، عنده شيء في المخبز، في مخبز الإيراني عنده فطاير أشكال وألوان، فطاير أشكال وألوان. الاسم ما بمسجل عليها، أنا قلت لا تحط الاسم، بس سولي فطاير، سولي فطاير. فما شاء الله حاط فطاير كثيرة. أنتوا هذه واحدة، هذه عينة من، هذه عينة من الفطاير، لكن أنا بيكم تقولون لي، تقولون لي عن هاي، هذه الخبز شنو، هذا الخبز شنو. أيوب كم خبز هاي، كم واحد حبة، كم ريال؟ خمسة حبة. ما شاء الله بريال، خمسة حبة، خمس حبات بريال، يعني الله لا يغير علينا ديسكاونت. وعندكم تخفيضات مخبز إيراني الخمس حبات بريال. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الخبز اللي أنا سألتكم عنه، عبد الهادي. ألو عبد الهادي، شلونك؟ خير زين، وش حالك؟ الله يرضى عليك. شو اسم الخبز هذه؟ هو المشلتت. ها؟ أنا بقول لك لونه، لونه حمر، شنو يعني؟ بر. أرحم الله والديك، تستاهل والله يبارك لك. بارك يا عمر. عبد الهادي. مرحبا. عبد الهادي. مرحبا. من وين تكلمني؟ الرياض. جربت أنت خبز البر؟ نعم جربت. بس ما جربته هني، جربه هني. وفيه خبز بر مع التمر، خبز بر مع التمر، جربه يا عبد الهادي. وإن شاء الله، إن شاء الله إنه يعجبك ويعجب مشاهدينا. الله يحفظك يا عبد الهادي وتستاهل، الله يبارك لك. آخر سؤال، في سؤال أتوقع إنه ما بالأخير علشانكم، لأني ما أبي أطلع من هني دفء وبرع براد. الخبز اللي يخبزه هذا البطل في المخبز، ما يستوي خبز إلا ينحط معاه شيء. شنو اللي ينحط مع الطحين اللي ينعين علشان يسوونه خبز؟ شنو اللي ينحط مع العيين ليو يعينونه عشان يسوونه خبز؟ طبعا غير الملح وغير الشكر، فيه مادة لازم تنحط، بدونه ما يستوي الخبز. هذه المادة انتو تعرفونها، هذه لازم تنحط. بغيت اجيب العيد في الخميرة علشان جاسم. هلا، سلام عليك يا جاسم. وعليكم السلام. العينة مع الماء والشكر والملح وينحط لها شيء، والسمن عشان يستوي خبز؟ لا، ما بالسمن، سمن وخميرة بس. رحم الله والديك، وصلت وتستاهل. ما في خبز ولا روتي يستوي بدون خميرة. جاسم صوتي واضح عندك؟ اي نعم واضح طال عمرك. من وين تكلمني؟ مدينة خيفة. مريت سوق وقف؟ اكيد. وكلت خبز إيراني من هني؟ لا والله، اللي عندهم لا. نصيحة
برنامج سوق واقف. ما بنصيحة الخليفي، بنصيحة برنامج سوق واقف، مر وجرب واطلب خبز بر بالتمر ويعلفي العافية. هذه طبعا هذه بعد واحد أنا استمتع ويانا وإحنا مستمتعين ما شاء الله. شو ترى عطلناه كباقي الخبز فطاير أشكال والوان. تعالوا الباجلة موجودة، النخي موجود، كل شيء موجود، بس إحنا وصلنا لين هني. وعقب كيف حالك؟ بيع نفر، عطي عطي خبز. أيوة فاصل وبنطلع الحين، ما نبي خبز خلاص، الحين الخبز صار عندنا، نبي العشاء. تعالوا مطعم ثاني، خلكم ويانا. وطبعا ما نبي نتأخر، بيض الله ويهكم ويهم. مشكورين، شكرا يا أستاذ، ما قصروا طبعا انهم عطونا هالوقت، وانتوا بعد ما قصرتوا. خذنا الخبز، نطلع وياكم واصل، ونلقاكم في مطعم ثاني. الوعد في المطعم، تعالوا هناك. ساعد مساعد. حياكم الله طبعا مشاهدينا، انا جالس ويا عبد الله شجاع. منو عبد الله شجاع؟ وين كان عبد الله شجاع؟ وين كان شجاع؟ مطعم شجاع الله يرحمه. عبد الله كيف حالك؟ بخير الله يسلمك. شلونك؟ طيب. يوم كان المطعم بغيت أجيب العيد قبل، وين كان؟ كنا نمر على عبود الكبير صغير بين السيايير، ما شاء الله المحل طبعا، وخاصة برمضان. صح عبد الله؟ نعم نعم. شلونك؟ خير الله يسلمك. كم سنة مع الكباب؟ 34 سنة. 34 سنة طبعا، ما شاء الله عمر. الأول كان الوالد الله يرحمه، وانت مسكت هذه الشغلة يوم كان الوالد عايش. نعم. وتميت معه، وعقبها عقب ما توفى الله يرحمه تابعت الشيء اسمه تابعت ما شاء الله. أسألتنا في مطعم شجاع وعند عبد الله شجاع. أولتي سواء كنت في السيارة ولا في أي مكان بالتلفون، وين الوعد؟ الوعد في مطعم شجاع. الحين موجود عندنا عبد الله، وعبد الله طبعا صاحب مطعم شجاع. وين كان مطعم شجاع قبل سوق واقف؟ هذه السؤال اللي أنا أسألكم إياه، والإجابة عندكم. العشاء موجود، الكباب موجود، الأسئلة موجودة، خبزنا يبناه ويانا، والحين عبد الله طبعا ما قصر سوالنا الكباب. بنتعشى وياكم إن شاء الله إلين يرد علي ومتصل طبعا ويا عبد الله. عبد الله إيش كذا صار لكم في سوق واقف؟ أربع سنين تقريبا. ما شاء الله. شلون تشوف الناس اللي كانوا يجونك في المحل هناك؟ لا تقول اسمه. نعم. المحل هناك. نعم. وشلون الحين هم زباينك اللي هناك يوكلني؟ ولا أكثريتهم. أكثريتهم. الأكثرية. ما شاء الله. نعم. زين شلون تشوف الحركة في السوق واقف؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. في إقبال، في ناس، وفي ناس يجون على الاسم أكثر شيء يجون على الاسم. طبعا. أيوة. ما شاء الله سمعتي. نعم. وبوك وسمعتك انت معروف من زمان، فكل الناس يعرفون شجاع الله يرحمه، وعبد الله الحين موجود، والناس كلهم. نعيمه بتجاوب على وين كان محل ابوك. نعيمه. هلا اخوي، كيف حالك؟ بخير الله يسلمك، انت اخباركم؟ نعم الله يرضى عليكم. وين تكلميني؟
من المصلال. من المصلال نعيمة، تعرفين وين مطعم شجاع قبل؟ في الرميلة؟ لا أو البدر؟ لا والله ما أدري، خلوني. زين أنا بخلي عبد الله يعطيك احتمالات. عطى احتمالات، هي قالت فرميلة ولا البدع، طبعا قلت لها لا. نعم. انت عطى ثلاث احتمالات. عندنا فريج الغانم. ايوه. وعندنا المغلينة والنجمة. يقول لك في الغانم ولا في المغلينة ولا النجمة. ولا نجمة، شوف يركز يركز على النجمة. عاد انت الموضوع عندك قبل لا قطك بحر. ها وين راحت يا عبد الله؟ نعيمة وينك؟ نعيمة بروحها راحت البحر، الله يحفظها. ننطر اللي عقبها، طبعا ما عندنا اي مشكلة، احنا بس مشكلتنا ان الكباب بيبرد، لازم تستعيلون شوي. ام سلطان الله يمسيك بالخير. مساك الله بالنور. يا مرحبا يا ام سلطان، شلونك؟ الحمد لله يعطيك العافيه، شلونكم انتم؟ مطعم شجاع وين كان قبل؟ الله يسلمك. ما عليك عيد لي الاحتمالات. يعيد لك الاحتمالات، يعيد ما عندك مشكله. قول يا عبد الله. دوحي جديده ولا مغولينا ولا نجمه؟ دوحي الجديده ولا مغولينا ولا نجمه؟ شوفي يركز على النجمه. النجمة 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 شولي. النجمة نجمة حد ساعدك ولا أنت بروحك؟ لا لا بروحي. بروحك صح؟ صح الإجابة؟ صح الإجابة. وعبد الله ركز عليها وأنت ما قصرتي وتستالين، الله يبارك لك. الله يرحم والديك. مشكورين. هذه الإجابة، وأتمنى أنك تاكلين كباب. طبعا العشاء موجود. أبغيكم أبغي تقولون لي هذا الصيخ اللي في يدي شو اسم اللحم؟ يعني شو يقولون عنه؟ عبد الله أربع حبات يا خستاوة، خلا خمس من اليوم طالع، خلاص من بكرة يعني يصيرون خمس إن شاء الله. أي شيل قطع العود. عبير السلام عليكم. مرحبتين يا عبير، كيف حالك؟ يعطيك العافية وبعطيك القوة إن شاء الله. الله يقويك ويرحم والديك. تبين كباب؟ عبير شنو هاي الصيخ شو اسمه؟ صيخ كباب؟ كباب عبد الله كباب؟ ها؟ هاي كباب تستاهلين. شي طاووق؟ الله يبارك لك. لا خلك. خلصت كيفي. أنت الحين تجاوبين ولا تسألين؟ لا لا جاوبت انا سيخ كباب. سيخ كباب جواب. كباب الاجابه صحيحه وتستاهلين، وتعالي اخذ الجائزه وتعالي كلي الكباب هني عند عبد الله. يعطيك العافيه. تسلم شيخ. هذه شو اسم اللحم؟ هاي الاصياخ طبعا موجوده. انت اذا جيت المطعم هنا عند عبد الله مطعم شجاع قول له ابغي لحم. لحم طبعا مفروم، لكن شو اسمه انتم تعرفونه. وابغي الاجابه من عندكم. ايش الاخبار عبد الله؟ خير الله يسلمك. شلون الاقبال؟ شلون السوق؟ شلون الجمهور؟ الحمد لله في شوفت عينكم. ها؟ شوفت عينكم. والله انا اشوف اكثر شيء ابو علي يتعشى هني. وعلي مو صاحب المحل. كم كيلو في اليوم ما شاء الله لحم تسوون؟ تقريبا ولا؟ لا لا تقريبا مو بك. 100 كيلو. 100 كيلو. ما شاء الله. زين الخميس واليمن؟ اي
راح يكون دبل يعني. ال 100 راح يكون 200. ال 100 تصير 200. نعم. ما شاء الله. الله يبارك لكم. تستاهلون ان شاء الله. ام سعود. هلا والله. الله يمسك بالخير. مسك بالنور اخوي. انا بساعدك. هاي لحم مفروم، شو يسمونه؟ لحم مفروم؟ كفتة؟ هذه الصحن بيدي ها. شو يسمونه؟ انا اقول لك لحم مفروم، شو يسمونه؟ كفتة؟ كفتة اخوي؟ كفتة صح؟ نشوف عبد الله شو يقول. عبد الله تقول كفته صح؟ كفته عادي. ها؟ كفتة بس لحم. انت كل واحد يجاوب تقول له صح عشان يعني. شيء صح تقول صح. يا. يقول لك عبد الله صح؟ وتستاهلين والله يبارك لك. تعالي تعالي جربي الكفته. عبد الله طبعا هذه الكباب وهي الكفته. زين هذه شنو؟ هذه الدجاج. ها؟ دجاج. كباب دجاج. دجاج ولا؟ احنا نسميه دجاج والشاميين يسمونه شيش طاووق. المهم انك جبت العيد، المهم ايه؟ هذه كم صيح كم سعره؟ ثلاثة، كلهم ثلاثة. كلهم ثلاثة؟ كلهم ثلاثة. يعني السعر ثابت؟ السعر ثابت. زين. زين إذا جيت أنا وأخذت لي صيخ مفروم، هاي كفتة وكباب ودجاج. نعم. ايش تعطيني معاهم؟ بس لا تقول. ما شاء الله بغيب لنا العيد يا جماعه. هذه السلطه. انا ما ابغي اللومي، ابغي اللي مع اللومي. هذه شو اسم هذه السلطه؟ دائما في الكباب هذه السلطه. بدون هذه السلطه الكباب ما ينكل. ولا ايش رايك عبد الله؟ هذه احسن شيء. احسن شيء حقيقي. السؤال سهل ولا صعب؟ لا سهل. عبد الله يقول سهل. طبعا اللي ما في كباب يعرف انه شنو هاي. ما في كباب بدون هذه السلطه. الاجابه عندكم. سالم. الو. سالم سلام عليك. عليكم السلام ورحمه الله. من وين تكلمني يا سالم؟ عليكم السلام. كلكم معذر. الله يحييكم ما شاء الله. الساعة المباركة. سالم شنو السلطة ذي؟ سلطة جرجير. انت تاكل كباب بدون جرجير؟ لا في جرجير. تعجبني مع خبز ايراني؟ وروب؟ وروب. تستاهل والله يبارك لك. مر على عبد الله ما راح يقصر وياك، بس قول له عطني طلب خاص. طلب خاص؟ نعم. طلب خاص يا سالم، بس انت قول له وفالك طيب. ما راح يقصر وياك طبعا. تستاهل والله يبارك لك. الحين احنا سالنا عن الكباب، سالنا عن الجرجير، الروب. وين يسوون الكباب؟ لا تجاوب. في وين يسوون الكباب؟ هذه اللي يسوون عليها الكباب. انا ما اقصد الجمر ولا اقصد اليمر ولا اقصد الفحم، لا، انا اقصد اللي يحطون عليها الاصياخ قبل لا يجيب العيد. انت تعرف الاجابه عبد الله؟ يعرف. ساعدهم بس يعني بطريقه دبلوماسيه. ها وين يعني دبلوماسيه؟ بلا شارك يأشر له. ما انت اشرت. انا اشرت. يقول لكن بعد الاجابه من عندكم احسن. على العموم الكباب موجود. وين يسوونه؟ الاصياخ هذه تنحط على مكان. انا قلت لكم ما بالفحم لا ولا اليمر، لكن اللي يحطون عليها الاصياخ طبعا. هو صح داخل الفحم موجود، اليمر موجود ويستوي عليه. محمد. الو.
محمد الله يمسك بالخير. الشواية. الشواية؟ ممكن مساعدتك؟ اي الشواية صح. لكن بعد في لها اسم. لها اسم. شنو الاسم عبد الله؟ خلهم يقولون. ها؟ خلهم يقولون، خلهم يجاوبون على الشواية. ساعدك. هو قال الشواية. الشواية في شواية بالش اسمه. زين وبعد عطى عطى إجابة ثانية. ساعده. دوة. يقول لك دوة عبد الله سالم. ممكن نساعدكم؟ على يقول لك انت تقول الشوايه، هو يقول لك الدوه، ايش رايك؟ الدوه معكم. يعني مره ثانيه اذا بتسوي كباب لا تسوي على الشوايه، سوي على درام. سوي على دوه. ها ابشر ابشر. انت حد ساعدك يعني؟ هذه اللي على يساري ساعدك ولا انت بروحك؟ والله انا قلت الشوايه ولا الوالد بس انساء. تستاهل والله، يخلي لك الوالد والله، يبارك لك ان شاء الله بالجائزة، ومر على مطعم شجاع وتعشي على بالعافية. طبعا خذنا الكباب وخذنا المطعم عند شجاع هني عند عبد الله. عبد الله ما قصر ويانا، بيض الله ويهكم ويها، حط لنا الكباب والكفتة وحط الجرجير والخبز الراني يبنى ويانا. طبعا الروب موجود. عبد الله انت ايش رايك الحمد لله في الشغل؟ كم عامل عندك في المحل؟ انا 12. 12 واحد. 12 ما شاء الله من غير يوم. والمكان عندك يعني واسع، المكان كبير تحس والله؟ المكان من برا اوكي يعني، المكان برا نعاني من داخل. لا داخل 12 عامل والمحل المحل ان شاء الله نعاني شوي. لا ما عليه، في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انت لا تتكلم، خل الجمهور يتكلم. نعم. اي واحد يطالعك صدقني هو راح يعرف. لكن احنا نقول لك يعني بيض الله ويك وي كل واحد قايم على سوق واقف، ما شاء الله ما يقصرون ويا الجميع. الحمد لله احنا شفنا قبل ما في الا كرسي واحد. نعم. الحين كم كرسي عندك؟ كراسي. يعني تبارك الرحمن، الله يزيدك وبارك لك. والعمال اللي عندك كلهم ما شاء الله تشوف نفسياتهم مستانسين وتعاملهم اهتمامهم. لولا محبتك انت وياهم كان ما لقيت لك 12 عامل. شلون 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 تشوف تعامل العمال اللي وياك في المطعم؟ والله تعامل العمال أخو كصديق يعني، مثل ما يكون الصديق مثلا أكثر من الأخو بعد. إيه الصديق أكثر. وهذه معاملتك أنت وياه؟ معاملتي معهم أوكي يعني الحمد لله. وهذه اللي يبقونها هم يعني. أنا أشوف ما شاء الله من ساعة تحركاتهم. أي واحد موجود عندنا في قطر هذه اللي بيحصله، هذه عاداتنا، هاي تقاليدنا، هاي هذه أهل قطر كلهم. وديننا يحثنا على هالشيء. بيض الله وجهك، ما قصرت. مشكور على الكباب، مشكور على الجرجير. احنا بنطلع فاصل عشان تعشانا وياك وجمهورنا ان شاء الله. بنطرش لكم تكوي، ما عندكم اي مشكله، او تجونا هني تتعشون. على العموم فاصل وبنطلع ان شاء الله في مكان ثاني نتمشى وياكم. مثل ما قلت لكم تعشى وتمشى. وين بنتمشى؟ في مكان تحبونه ونحبه. الوعد هناك. حياكم الله مشاهدينا. طبعا قلت لكم تعشى وتمشى. احنا خلصنا العشاء الحمد لله، وحين جالسين نتمشى. وين نتمشى؟ واقف وصوب العصافير، هو يا ملك العصافير، ملك البغبغاوات، يوسف الهيدوس. يوسف الله يمسك بالخير. الله يسلمك.
عادي احنا جايين نستانس ونستمتع وهو ضار بالعوزنا. تعال تبعد عنهم يا اخي. مشاهدين السؤال لكم، شو تسوي انت؟ هاي شو اسم الطير هذه؟ لا تجيب لنا العيد. شو اسم الطير هذه؟ مشاهدينا انتوا جاوبوا. انا والله عارف اسم بس قال لي غلط. الاجابه بيها من عندكم انتوا. لا احد يتصل لي ويقول لي لونه ازرق. محمد مرحبا، شلونك يا محمد؟ الله يطول عمرك. شو اسم الطير هذه؟ والله يا اخي اعتقد انه كاسكو. لا والله ما بحوله. هاي كاسكو؟ اعطيك احتمال؟ يلا توكل على زين انك ما قلت لي. قول الاحتمالات. ماكاو، امازون، خيارين بعطيك. ماكاو ولا امازون يا محمد؟ امازون. ها؟ ساعده. محمد الله يخليك قول بسرعه. امازون. يقول لك امازون. ها؟ لا غلط. صح؟ ماكاو. محمد لا اب امازون ولا اب شو اسمه كاسكو. يعطيك العافيه محمد. نعطي غيرك احتمال. انا مو بقول لك بحر لكن نقول لك مره ثانيه. هو هقنا ما شاء الله مليون طير الله يبارك. هات هات بخليه يجيب لكم طير سهل. هذا في انواع. شو اسم الطير اللي موجود عند البطل؟ تعال كيف تجيب اي واحد تحطه بيدك عشان تسهل على الزباين. زين ما شاء الله كم طير عندك؟ عندي ما شاء الله فوق ال 200 طير. فوق ال 200 طير. زين ما شاء الله كل مره نشوف شيء جديد. هذه ما بقول لك اسمها بس اسمها سهل لان الجمهور يبي سؤال سهل. صحيح. زين خبرتك مع الطيور وهذيك اللي تتكلم نبي كتيبها شوي بس هذه خلي يجاوبون عليها وبعدين عطهم ثلاث احتمالات والاحتمال الصح ركز عليه ولا احتمالين والصح ركز عليه. والله ودي انا الجميع يعني يفوز أنا الصراحه ترى ما قطيت انا بسهل عليهم اليوم انا قطيت واحد يسب انت اول واحد ما يصير. على العموم مشاهدين ريم هلا مرحبا اخوي يعطيك العافيه. زلزال تبارك الرحمن الله يبارك. الريم شو اسمها الطير؟ هلا مرحبا. والله شو اسم الطير هاي بعضك؟ الببقاء؟ تعطيني احتمالات؟ اي بعطيك احتمالين ها لان الزين تقول لك بغبغاء. قول لها الاحتمالين. ملوكان سوكاتو ولا كاسكو؟ الاحتمال الاول انا يعني لان اعرف الكاسكو. ها؟ الاحتمال الاول اللي هو الاحتمال الاولي؟ لوكات اي الاولي ايوه. زي قولي شو اسمه؟ بس لان الاسم صعب ممكن يعيد لي؟ تقول الاسم الاولي صعب قوله. ملكان كوكاتو إيه من افضل الطيور من انواع الكوكاتو هاي. ها عرفتي؟ ايه بس لان صوت ملكان ملكان كوكاسكو ما اسمع من صوت الطيور. على العموم الاسم اللي انت قلتيه صح وهي جاوبت إيه قالت ملكان كلكاكو. تستاهل جاوب. ايوه هذا هو. تستاهلين. الله يعطيك الصحة والعافية مشكورين. الله يبارك لك ان شاء الله. يا اخي قول الاسم على الهواء علشان الناس يعرفون. ملكان كوكاتو من افضل الطيور الكوكاتو هاي ويك يك الاول هذه الاول يك اين من النوادر هاي نوع نادر ايوه هاي بعد شو اسمها هاي ملكان كوكاتو
لا ميجر مش اللي بغينا طرب وسارة نشب. أقول حق يوسف لا تقول لي عن الأجوبة، أنا عارف الطيور كلها، طلع ولا طير عارفه. هذه السلفر، هاي السلفر، هاي بعرفه أصفر، هاي السلفر، هذه هاي كلهم موجودة ما شاء الله عندكم هني؟ عندي يمكن تقريبا 6 أنواع من أنواع الكوكاتو. زين، في طير، في طير طبعا يتكلم، وهذه أنا بخليه يجيبه، هو خاشه لأنه خايف لا ينظلونه، احنا ما حد فيكم إن شاء الله بينظله. يجيب الطير اللي يتكلم إن شاء الله يتكلم، ما بيفسرنا الناس اللغة الأول. قبل سويت معاه لغاء وانحرج يوسف، هالمرة إن شاء الله ما راح يحرجكم وراح يتكلم. هذه من أفضل الطيور المزنات اليالوناب. السؤال لكم مشاهدينا، شو اسم الطير هذه؟ ها؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. تحنده وتقرأ وتسولف وتتكلم بس يزعلان من الكاميرا. على العموم شو اسم الطير؟ أنا عارف إن الطير خبر، لكن شو اسمه أنتم تعرفونه. الإجابة عندكم، الاحتمالات موجودة وسهلة. والله ما يبي له لأنه معروفة الطير، وإحنا ذكرنا اسمه. سارة يمكن ما تعرفه. إحنا ذكرنا اسمه مساعة. سارة. سارة السلام عليك. مرحبا يا سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو اسم الطير يا سارة هذه اللي بيد يوسف؟ أمازون. أقول لك الأمازون. أمازون مع في أنواع من الأمازونات بس تسميه صح. خلص تستاهلين. والله يبارك لك. ما بعلى كيفك. خلاص. مشاهديني ذيلا. أوكي. تبي تقطع بحر؟ ما يصير. سهل سهل الأمازون بس. الحين قل لي اسم الكامل. يا لوناب أمازون. سارة تستاهلين والله يبارك لك. لا تستاهل. ليش يا لوناب أمازون؟ لأن الصفار اللي في راسه. إيه. سمو يا لوناب أمازون. زين نبي طير غيره. في الثاني. يكون سهل. مشاهدينا. والله يعني اللهم لك الحمد، والله لا يغير علينا. طبعا انا ما اتكلم عن محل يوسف بس، كل المحلات اللي حق الطيور وحق العصافير والله في اشكال ما شفناها. تعالوا سوق واقف، استمتعوا واستانسوا علشان تشوفون وتستانسون. هاي الطير شو اسمه؟ ما يبي له خيارات. السلام عليكم. انا اعرف راسك شو يسوي؟ ايه. شو اسم الطير هذه؟ في كل مكان في العالم موجود ومعروف واسمه سهل واجابته سهله، لكن السؤال الذهبي على الطير الحمر. هذه لا تجاوب، هاي سؤال ذهبي. خلي هاي مني وهات هذي. هذا الطير أكاها إجابته ب500 ريال. شو اسمه؟ العنود. تبي العمالة تقرب الطير عنده. يا سلام العنود. الله يمسك بالخير. مرحبا مس النور. شو اسم الطير هذه العنود؟ أقول لك أساعدك؟ اختيارات ممكن لو سمحت؟ أي أساعدك، عصفور ولا كاسكو؟ لا كاسكو. ها؟ تقول لك كاسكو. كاسكو. حد ساعدك ولا أنت عرفتي؟
الاختيارات عرفت. من الاختيارات ها؟ نعم. يعني انا ما ساعدتك. لا انت اللي ساعدتني والله وجهك. الله يحييك وتستاهلين والله يبارك لك. تسلم. يقولون لك ما قصرت يعني ما شاء الله عليك ساعدتهم. سؤال ذهبي ب 1500 ريال وخليته اخر سؤال علشان تجاوبون عليه وهديه مني لكم. طبعا السؤال هديه ما بالطير هديه. الطير هاي كم سعره؟ فوق 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 فوق. شنو فوق؟ فوق عيب فوق فوق فوق. ايوه هكا فوق فوق. لا ما يسوي شيء. فوق فوق والله لي فوق فوق. ها فوق. شاطر شاطر. هل عندي كسلان؟ زين نفس النوع؟ لا لا اختلاف. هات ولدك هات بنتك خلي صور. احنا كنا نروح أماكن بعيدة في العالم ما بيحدد مكان معين ونصور ناخذ الصور بفلوس. أم جاسم. أيوة السلام عليكم. أم جاسم الله يمسيك بالخير. يا هلا مرحبا. إيش رأيك في طيري؟ هذه وايد حلو. هذه ها أم جاسم. وين أم جاسم يا جماعة ما أسمعها؟ أيوة معاك. إيش رأيك في طيري؟ وايد حلو أقول. يا كنا البخت. وأنتي بعد كناك البخت إذا جاوبتي وإذا ما جاوبتي بعد كناك البخت. الله يسلمك بس أساعدونا عاد لأن خلاص البرنامج بينتهي الحين. المشكلة إن السؤال الذهبي. زين. بألف وخمسمية. شوفوا الطريقة تساعدونا فيها السؤال وايد صعب ترى. هذه والله هاي سؤال ذهبي صدق ما في احتمالات لكن احنا سهل ولا صعب؟ تبي مسمى العلمي ولا مسمى اللي احنا لا اللي احنا نعرفه اللي نعرفه نذكر لا نذكر قالوا من البرازيل اللي انا اعرفه هاي الطير من البرازيل. هاي الطير من البرازيل؟ نعم. زين هاي نص الاجابه صح باقي النص الثاني شو اسمه؟ احطنا احتمالات ثلاثة احتمالين. إلكتس مكاو بس واحد منهم انت جاوبت على النص تستاهلين. و شنو؟ قلت مرة ثانية إلكتس ولا مكاو؟ إلكتس ولا المكاو؟ يقول لك إلكتس ولا مكاو؟ إلكتس لا إلكتس هاي سيارة. إلكتس نوع من انواع الطيور. زين هي تقول الأولي ولا مكاو؟ الكتس ولا المكاو؟ اي شنو انت؟ قولي ثاني جواب احسن. يقول لك؟ ها؟ ثاني جواب؟ الكتس ولا مكاو؟ اخر احتمال. مكاو خلاص توكلت على الله مكاو. تستاهلين 1500 والله يبارك لك. الله يبارك لك تستاهلين 1500 نشبت ريجي. الله يعطيك العافيه. يا ود هاي الكتس شمخت يد. على العموم خلصت أسئلتنا ما عندنا سؤال. في أسئلة كثيرة لكن تعالوا حق الهيدوس وتعالوا حق كل الشباب اللي موجودين في المحلات. طبعا ما شاء الله العصافير موجودة أشكال والوان ما في داعي. بيض الله وياكم وقصر. الله يرحم والديك. حاضرين يا أبو مبارك. وأنا أقول حق أخوي يوسف الحمد لله على السلامة توا جاي من رحلة علاج والحمد لله إنها بخير وطيب وعلشانكم. وقال عشان مشاهدي قناة الريان ما قصر ويام يا ورتب لنا هذه كلها وحط الطيور كلها ويانا. احنا نقول لك بيض الله وياكم. الله يرحمه ويعطيك العافيه. حاضرين طال عمرك. عنده 200 طير اشكال والوان. تعالوا خلوا العيال يصورون ويستنسون ويستمتعون ذكريات عمرهم ما ينسونها. وطبعا بوجود الخبير أنا أخلي مبارك مجموعة من الطيور حق التصوير وخاصة بس حق الزباين وحق هاي التصوير. هاي طبيعية ولا مصبوغة؟ لا طبيعية. سبحان الله ولله في خلقه شون. هذا الخط الحمر وصلنا له وانتهت حلقتنا. الوعد
قدام على قولة راشد. الله يجعلنا من حقنا إن شاء الله. نشوفكم الأسبوع الجاي في مطعم ثاني، في مكان ثاني، في مخبز ثاني. الله يجعلنا من الحيين ونلتقي وياكم. احنا وصلنا عند الخط الحمر وطيرنا حمر، واقول لكم استودعكم الله، والله يحفظكم، الوعد الاسبوع الجاي. مع السلامه.